دكتور عرجي أنس، دونك ممثل عن أطباء الداخلية المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء. جمعية ديال الأطباء الداخليين هي جمعية كتكلف ب 105 ديال الأطباء الداخليين اللي هما اللي كيسهروا على السير ديال المستعجلات ديال المستشفى الجامعي ابن رشد، وبالتالي فهما في الواجهة وهما الأول طبيب اللي غتشوفوا أي حالة مشكوك فيها اللي جات لهذا المستشفى، وبالتالي فهما اطباء اللي معرضين للانفكسيون لا كونتاميناسيون، معرضين انهم يقدروا يهزوا يحملوا هذاك كاين بورتور سان، يحملوا هذاك الفيروس ويقدروا يديوه مثلا للمنازل ديالهم لوالديهم. عندنا بزاف لي كا اللي عندهم والديهم مسنين، والديهم عندهم امراض مزمنه، وبالتالي فاليوم حنا كنديروا واحد المجهود كبير باش هاد جميع هاد الاطباء يقدروا يبينيفيسيو من السكن، في المساكن ديال الداخليه هنايا في المستشفى، والحمد لله قدرنا نعمروا جميع الطاقه الاستيعابيه، ولكن مع التطور ديال هذا الوباء فاي طبيب بغينا ما كرهناش اي طبيب اللي غادي يدخل اون كونتاكت مع هذا المرض، اللي غادي يواجه هذا المرض واللي محتمل انه يكون حامل لهذا المرض من بعد، يقدر يكون عنده واحد الملجا اللي بقى فيه مده هذا الحجر الصحي ومده ديال هذا لاكريز اللي حنا كاملين كنمروا منها. الحمد لله بحكم الخدمه ديالنا حنا مولفين على هذا الشيء، هذه خدمتنا، والحمد لله الحاله الوبائيه مازال متحكم فيها، وهذا الشيء بفضل التدابير الوقائيه اللي خدات الوزاره. لحد الان مازال ما وصلناش لديك الحاله الخيبه اللي كاينه في دول اخرى. كل شيء متحكم فيه، ما كاينش نقص في الماتيريال هذه الساعه. خفنا ينقص من بعد كسائر الدول، حنا ماشي معزولين على الدول الاخرى. اذا فهذه واحد الحاله اللي غتطور بسرعه، ربما غتطور بسرعه في الايام المقبله او لا الاسابيع المقبله، وبالتالي فاللي ممكن يساعدنا باي حاجه، كسوا اكل كسوا مساعده نفسيه، جميع انواع المساعده مرحبا به، فحنا كنرحبوا به. يكتب عليك الكذاب ويقول لك ما كاينش اللي يخيف، ولكن هذا طبيعه العمل ديالنا، حنا هذا خدمه اللي اختاريناها، هذا واحد القسم اللي اديناه، وبالتالي فراه بزز منا وهذا شرف لنا اننا نكونوا حاضرين وبكاع داك الشيء اللي عطانا الله في هذه المرحله. غير هي كما قلت، اول حاجه بقى في دارك، ثاني حاجه كان شي حاجه اللي ممكن تساعدنا بها من دارك ولا باحترام هذا الحجر الصحي مرحبا. فاحنا ماشي قرار، هذا كل طبيب وشنو كيقرر لراسو وشنو كيقرر لعائلته. ما فراسيش انه كاين شي ريكومونداسيون اللي كتقول انه مي. الاطباء صراحه كيعيشوا واحد المعاناه نفسيه في هذه المرحله هذه. حتى حد ما رافض انه يخدم، كل شيء باغي يخدم سورتو في هذه المرحله. غير هي الخوف، كيكون الخوف على كاين اللي والديه عنده 75 عام 80 عام، كاين اللي والديه مرض امراض مزمنه، كاين اللي عنده في الدار ناس اللي نقص في المناعه ولا، فكيخاف وكتكون واحد المعاناه نفسيه. كاين اللي وصل انه كيبات في الطوموبيل ديالو غير باش نفسيا يبقى مرتاح. وربما من هنا لقدام الا وصلنا لحاله وبائيه اكثر، فتما غيكون من لازم علينا انه هاد الناس هادو يكونوا بعاد على العائلات ديالهم، وبالتالي فاللي كان ممكن يساعدنا في هاد المرحله هذه ولا المراحل اللي من بعد، فاحنا كنرحبوا به. اجهزه متطوره، كاين عندنا مصالح ديال الانعاش من شنو نقولوا خاضعه كيفاش كنقولوا الكريتير انترناسيونال، دونك عندنا الانعاش ماشي ما عندناش، عندنا وسائل الانعاش، عندنا الاطقم اللي فورمي واللي جاهزه، وكاين مخططات ديال الوزاره وكاين دي بروتوكول، يعني كل شيء جاهز. غير هي كيبقى هاد الشغيله الصحيه وبالضبط هاد الاطباء اللي غادي يواجهوا هاد الوباء، فاحنا كنحاولوا ما امكن انه نوفروا لهم جميع المساعدات وجميع الوسائل ديال الراحه
اللي ممكن تساعدهم باش يفوتوا هذه المرحله باقل ضرر ممكن. الا كانت نصيحه احترموا غير داكشي اللي قالت الوزاره، فالحجر الصحي ماشي تفرض هكاك، هو واحد الثقل الاقتصادي والاجتماعي، ماشي تفرض هكاك. بالتالي احسن نصيحه هي بقى في دارك، هذه اول حاجه. ثاني حاجه، هذوك القفازات اللي كتلبس في الزنقه هما سي دي فيكتور، هما كيهزوا لي جيرم، هما داك الفيروس غيعيش فيهم اكثر من اللي غيعيش في يدك. احسن وسيله للوقايه هي تغسل يديك. ثالث حاجه، هذوك لي بافيت اولا لي ماسك اللي كيديروا، فهما واحد الوسيله لي بريسيوز اللي خصنا نخليوها للمهني الصحه اللي غادي يدخلوا اون كونتاكت واللي غادي يخدموا في مواجهه هذا المرض، ماشي نمشيو نخويو كاع لي ستوك اللي كاينين برا باش نستعملوهم في الطوموبيلات، الوغ كو هادشي ما كيصلح والو، باش نستعملوهم في الهواء الطلق، هادشي زعما ما كيتقبلوش العقل.